مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الغاني في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا. لمشاهدة المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو لكي تعرف كيف تشاهد المباراة القوية اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب الغاني في قمة المباريات الجولة الأولى. عند المباراة سوف يستقبلها ملعب أحمد أحيجو. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في 8:05 مساء بتوقيت المغرب والرابعة بتوقيت غرينيتش. أما القنوات الناقلية للمباراة قناة بي إن ماكس إتش دي واحد الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق جواد بيضة. نتمنى لكم أعزائي الكرام فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل خاصية الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وشكرا لكم ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.